اكتر حاجة هنستخدمها علشان اشيل الضوضاء من اي فيديو هي كلمة النويز جيت. لو انت جيت تطلع لفوق كده هتلاقي كلمة نويز جيت اهي، لو انا ضغطت عليها بيبتدي يظهر لك معاك الشريط اللي انت شايفه قدامك بالسرعات دي. تمام كده، يبقى احنا عرفنا اول افكت اللي هو الجيت نويز او النويز جيت هقدر اعمل من خلاله ايه. طيب نيجي بعد كده، لو حد بيسجل مثلا قرآن، انت شايف كلمة ديلي دي اللي هي التالتة، لو دي بتاعت صدى الصوت بتاعنا، لو انا سايبها زي ما هي كده وعايز اسمع هيقول ايه؟ اسمع. ازيكم يا شباب، شباب عاملين ايه وعاملين ايه في شغلكم؟ سمعتوا يا شباب؟ هو ده اللي بيزود صدى الصوت بتاعنا.